السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلم، وإلى عناوينها. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تبارك مخرجات مشاورات الرياضة. رئيس الوزراء يثمن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءة السياسية والمصادقة على برنامجها. ناشطون جنوبيون يطلقون وسم انتصار حضرموت نصر للجنوب. السفير السعودي لدى اليمن يؤكد بأن القضية الجنوبية حية وعادلة ويقود ملفها المجلس الانتقالي الجنوبي.